سؤال الحالة، الله شهد لعائشة بالطهر، انتم مو تقولون آية التطهير في عائشة، شهد لعائشة بالطهر، ليش بعد هذه الآية الصحابة لم يستخدموا آية التطهير؟ بس زوجها النبي محمد صلى الله عليه وآله لم يستخدم آية التطهير وقال لهم أنا ما أحتاج أي شيء ولا أحتاج شهادة من أي إنسان، لأن الله قال أن عائشة مطهرة طاهرة، فعرضها طاهر وهي تنتهي المسألة. وأنتم مو تقولون أنه النبي هو الصادق الأمين وهو في الجاهلية، المفروض الصحابة يصدقون، إيش عندهم الصحابة ركضوا يابا؟ المشكلة مو الصحابة، المشكلة أبوها، هي عائشة تقول أنا خلي أقرأ لكم الناس، خلي أقرأ لكم الناس، لأن الأخوة ما يعني ما قارين البخاري. شوف إخواني أيها الأحبة الكرام، هذا هو صحيح البخاري حماكم الله تبارك وتعالى. ماذا تنا أبو باقر؟ أخذ الكاميرا منك. هذا هو صحيح البخاري أمامكم على الشاشة. شوف إخواني هذا البخاري وأنا أقرأ هنا من المجلد الثالث. شوف إخواني ماذا يقول، ماذا يقول؟ يقول يا عائشة أما بعد، يا عائشة إنه بلغني عنك، الله أكبر، بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري. يا أخوان بالله عليك، بس لحظة أخواني أيها السن العاقل، بابا اعطينا مجال، ما يخالف، اصبر اخواني اهل السنة العقلاء. النبي يقولون انه كان في غزوة ونسى عائشة، انا ما شايف واحد والله العظيم يعني بلوى، يعني واحد ينساله رقية، ينساله جنطة، ينساله ما اعرف ايش، يعني ينسى مرته، ما ذي يعني واحد بالطيارة ينسى مرتي يعني جاء من السفر، يقول ايش ضايع لك؟ يقول ضايعت لي مرتي. المهم على اي حال هي قصص، ضيع مرتي. اخواني انت ضيعت مرتك بالسوق، ضيعت ضاعت منك بالسوق وما في موبايلات، يصير تقولها لمرتي لزوجتك انه ان كنت فعلتي كذا كذا فاستغفري، حاكيني بالصدق انت سويتي ولا ما سويتي؟ هذا غير شكاك، هذا يعني مرته تاخرت لها نص ساعه ولا تاخرت لها يوم قام يشك بيها، مو عيب؟ والله عيب. لكن انتم الى متى والشمال هذا يطبعون هذا الكلام؟ انا مشكلتي وين اخواني؟ مشكلتي انه هذا الكلام يطبع بالذهبي. شوف اخواني ذهبي ذهبي، حتى الناس حتى يركزون وينشرون هذا عن عرض النبي صلى الله عليه وآله، والنبي يقول يابا أنت سويتي ولا ما سويتي؟ طب أنت ما واثق من؟ لذلك إحنا نقول كل هذا أكاذيب، كذب، الله وكيلكم كذب، وعرض النبي طاهر. لكن أنا مو هذا موضوعي، هم أخذوا الموضوع إلى هذا موضوعي، إنه ليش النبي، ليش النبي هو يعلم القرآن ما قال لهم أنه آية التطهير نزلت في زوجتي وزوجتي طاهر وانتهى الموضوع؟ يعني الله، أنتم مو تقولون الله شهد لعائشة بالبراءة وانتهى الموضوع، طيب ما الله شهد لعائشة بالطهر وانتهى الموضوع؟ ليش الموضوع من أول لم ينتهي؟ هذا الكلام يا شيخنا أبو السلطان، من الأول وتنتهي القضية، فدوا أروح لك، فأرجوك أن تجاوبني. تفضل شيخنا أبو سلطان. أولا أنت تقول الإنسان ينسى قوطية مية لكن ما ينسى. أولا سيدة عائشة كانت صغيرة في السن وخفيفة، خفيفة نزولها من الهودج ولما عادت إلى الهودج تفقدت عقدها فلم تجد. شنو شنو شنو؟ عيدة عيدة البحث عن عائشة إيش كانت؟ كانت خفيفة. يعني شنو خفيفة؟ كانت صغيرة في السن وخفيفة لم يلاحظ وجودها على الهودج. خفيفة يعني خفيفة يعني كانت صغيرة في السن وخفيفة لم يلاحظ وجودها على الهودج.
والبخاري يقول هنا قال الله صلى الله عليه وسلم إن كنت جريئة فسيزهرك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. أنا أسألك الآن أمام الجماهير يا حاج وعلي، يعني الله يرضى عليك شيخنا، شيخنا أبو سلطان، شيخنا الحبيب أبو سلطان، يعني أي وحدة ضعيفة وخفيفة الوزن ننساها؟ هذا كل واحد متزوج لوحده ضعيفة. لا لا لم يلاحظوا، لم يلاحظوا، يا بدي خليك تكلم انت، ايش فيك غير اتكلم انا هسه؟ ما فهمت سؤالي. مو انت الان يعني انت الان ويا كل وحده سمينه وثخينه، يعني وحده ضعيفه شلون ننساها؟ في خفتها وصغر سنها يعتقدون انها طبعا يعني شنو خفيفه، يعني ريشه تطير هيجي يجيها الهواء يشيلها ويشبرها. لو شغل نفتي شنو وزنها؟ 10 كيلو 5 كيلو؟ انت ايش جاي تحكي؟ يعني هسه اذا عندي كيلو يطير الهواء؟ خليني لا ضيعوني وانت ضايع اصلا، انت وين وانت ضايع اصلا انت؟ ادري جاوبني، اذا عندي كيلو الان كيلو اجيبه، اسمع كيلو اجي احطه هنا انا اخلي عليه هواء شويه مستمر يطير كيلو صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألمت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. أنا أسألك يا حاج وعد أمام الجماهير أنت والشيخ أحمد، أسألك نعم، إن كنت بريئة فسيبرئك الله. ليش شيخنا؟ ليش شيخنا؟ شيخنا ليش الأم؟ شيخنا ام انت اكيد يا جوي؟ شيخنا ليش الان؟ بالله عليك يعني انت الان بالله عليك، انت وزوجتك بالسوق تاخرت عليك تقول لها ان كنت وانا كار؟ لا حد، اكو دليل قراني. اريد الان هو شو اسمه ابو سلطان هو يشرح لنا، يعني اعطيه الدليل القراني وهو يسولف براحته. في القران الكريم مريم العذراء المطهره الطاهرة، الله يقول إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. طب هذا البحث طرحته قبل 5 سنين في قناة صفا الكبير وهم الوصابي، وظل بس يدق ويلطم مثل هذا صاحبنا الآن. الله يقولها لمريم الله مطهرك. طيب مريم ما عندها زوج، ما عندها أحد، ذهبت أتت ولد. الله يدرك. أتت ولد عجيب، يعني هي عندها ولد، لا متزوجة لا عندها زوج لا خطيب لا. زكريا شك بيها، قالها تعايت إن كنت ألممت بذنب، لو فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. زكريا همينتك ذكر القرآن أن قال لها إن كنت ألممت بذنب، مو هاي جايبة ولد تقول ابني وهي مطهرة. هنا اقتضت حكمة الله أن يخرج الخير من ثنايا الشر، وكم من أمور ظاهرها شر في سياتنا الخير الكبير. يا عيني هذا نبي، زكريا نبي، ومحمد نبي، ودائرة نبوة محمد أوسع دائرة نبوة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، أوسع دائرة من النبوة. ما هي أي نبوة؟ من نبوة زكريا. وهذه مطهرة وهذه مطهرة، كيف أن هذه المطهرة مريم لم يشك بها مع أنها أتت بجرم؟ جرم واضح. شنو الجرم؟ يعني شيء. وعائشة لم تأتي بشيء وهي متزوجة، والنبي أفضل من زكريا وأعلم وأفهم، وهو الذي عنده في القرآن كل شيء، وشك بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف قبلت هذا؟ دليلنا أقوى من دليلكم، يكفينا فخرا إن آية متناسقات رويت وقرأت في أزواج النبي، وأنتم تقتصون جزءا من آية لكي تلمون بها إمامتكم المزعومة. شيخنا يعني أسألك يا عبد وعد، آية التطهير هل هي آية؟ أنجلي من آية؟ لا آية وحتى لأنه لا أليست آية؟ لا أليست آية جزء من آية تتوصلها تؤكدون بها إمامتكم المزعومة؟ ماشي اسمعني أولا، إذا كانت جزء من آية
لماذا أم سلمة وفي رواياتكم تقولون فنزلت آية هذه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك والله متعلمين بالخطبة. لحظة لحظة، متعلمين على الخطب. بابا أنت مو سألتني غير دوري أخواني، والله بلورة يسألني من أجابة جواب مفحم. مو أنت بكتابك تقول أم سلمة جاء النبي بكساء وما أعرف إيش، وجاء وجاء علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ونزلت الآية. طب أنا مثل أم سلمة، أم سلمة سميها آية أنا سميها آية، ليش أم سلمة حلال وبكتابك ومن وعد الله حرام؟ ليش؟ لأن أنا شيعي، مو أم سلمة أم شيعية. أم سلمة في كتابك قالوا لأنها شيعية،